سلام البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو عواشركم مبروكه، دخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا سيدي ربي. عرفتي جاب لي بالي بحال شحال هادي ما حطيت فيديو، والله العظيم بديت بالتجهيزات ديال هكايا ديال النهار ديال العيد، هكايا الطبيله ديال الفطور. وكما عرفتوا هنايا في اوروبا الاغلبيه الناس ما كيشريوش العيد، كنصيفطوا هكايا شي بركه للمغرب، هكايا كيعيدوا الناس اللي في سبيل الله اللي ما عندهمش باش يعيدوا ولا نعاونوهم. وحنايا هنايا كنشريو غير اللحيمه، يا عام الاول شريت غير اللحيمه ودرنا هكايا باربيكيو، كنديروا لومبيونس سيتو البنات ميسينو الذبيحه وكل شيء. راكم عارفين هنايا في اوروبا ممنوعه، اونتوكا هنايا في فرنسا ممنوعه، كاين اللي كيذبح وريني ما كيتقلو حد الخبر. انا ما نقدرش نذبح، الا ذبحت يشوفوني الجيران كاملين يشوفوني. قطعت الشعير ديالي صبغته وقطعته، فتحت له شويه اللويين هكايا كما كتعرفوا الصيف جاي، حيت كيقرب الصيف كيعجبني نفتح له هكايا اللويين، وفاش كيدخل البرد كنغلق له شويه اللويين. يعني واحد النتيجه اللي هي زوينه اللي عجباني، وقطعته هكايا ديكرادي قصير باش يتنقى ويكبر مزيان ويقوى. شفت معايا ديكرادي جات زوينه، راني مخدمه غير سامبل باش خادمه الحبوب كما كتشوفوا معايا. كما العاده مي ان شاء الله عندي رونديفو لو 1 جويلي، ان شاء الله عندي رونديفو مع الديرماتولوج باش يشوف لي منين جاين هذا المشكل. مهم نط الصباح كما كتعرفوا هذا النهار السبت غادي نحاول ما امكن نحط لكم الفيديو هذا النهار، تديو هكايا افكار. كل وحده بصراحه كتعرف الشغل ديال الدهره وكتعرف شنو غادي دير، هي كنتقاسم معكم افكار. البارح ما خدمتش، خملت الدار كلها من الفوق حتى لتحت، غير نط الصباح دخلت ديريكتومون للكوزينه عرفت داكشي اللي غادي ندير. مي توتال ان شاء الله عاد غادي نمشي ناخذ اللحيمه ديالي، مازال ما خديتها، واحد البرودوي ديال لي سوغسي للناس ديال الشيكلا. فين هو؟ ها هو هذا البنات ديال الشيكلام، استعملته وعاود استعملته عرفتي، كديرو حتى بانتصار عرفتي، كيفيكسي الحجبان بحال تقولي راكي متراسياهم بالقلم، غزاله البنات. جاي على هذا الشكل هكايا فن فن فن، وكيعطيو معاه غنشوف كيعطيو معاه هاد لو بانسو هذا، كتابليكي البرودوي هكايا فوق حجبانك وكتمشطيهم كيبقاو فيكسين النهار كامل، كيبقاو فيكسين مي فريمون زوينه البنات. هذا بصراحه عجبني بزاف وقلت علاش لا ما نهضر لكمش عليه. وهادي راني هضرت عليها حتى هي، هادي هادي اش غادي نقول لكم، هادي فرانشمون هادي الريحه ديالها كانت سطا عليها عرفتي. راه مشيت للصيف وعاوتاني خديت الراسي باش ما نضيعش هذوك ديال البنات، وخديت منها ستوك خفت ما يبقاوش منها. صافي شنو اخر بالنسبه ليكرون؟ هذا هو اللي كنستعمل لوجهي فاش كنكون خارجه بالنسبه حتى لبنياتي. وجدت واحد شويه ما وجدتش بصراحه بزاف، غير هكا ندير الفل وصافي. بالنسبه للكيكه اللي غادي نتقاسم معكم في الفيديو غادي تشوفوها كي غادي تجي، كيكه اللي هي رائعه وبمقادير اللي بسيطه جدا، وكتجي طالعه كتجي مهويه بالكريمه والفرامبواز. غادي ندير فوقها السكر غلاس، كتجي فنه كتجي. بالنسبه للكيكه هكا تقدوها للطبيله ديال الفطور ديالكم الصباح علاش لا، وكتوجد دغيا البنات ما معقداش. شوفوا معايا على خبيزات البنات، ترافقوا بهم المشاوي ديالكم نهار العيد، كيجيو رائعين كي وكيجيو مفشفشين كيجيو. غادي نحاول نقطع معكم وحيده شوف كيجي البنات، كيجي مقطع كيجي غزال كيجي. هنا غادي ندير لها غير واحد شويه ديال لو سكر غلاس، عرفتو ما بقالياش، وطحنت هذا ديال الثيرموميكس. منها شريت الثيرموميكس ما بقيتش كنشري لو سكر غلاس، ها السكر غلاسي وليت ديما كنطحنو في الثيرموميكس. نديرو فيها ملفق، خليتها حتى بردات وما تزربيوش. غادي نتقاسم معكم هاد الوصفات كاملين، غادي نتقاسمهم معكم في الفيديو. وهنايا غادي نبدا الوصفه، عندي هنايا 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، نضيف عليهم السكر سنيده، نزيد عليهم ساشي ديال الفاني، وغادي نضربهم مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالهم ويرجع لي الخليط ابيض. نبقى نزيد الزيت غير بشويه بشويه،
ديهم كاس ديال الحليب وغادي نضيف الدقيق في مره واحده، نزيد عليهم ساشي ديال خميره الحلوه معايا. القوام ديالها كيجي ثقيل شويه. اخر حاجه غادي نضيف عليهم معلقه صغيره ديال الخل. هذا هو القوام ديال العجينه، كيجي شويه ثقيل. بالنسبه للكريمه اللي غادي ندير فوق الكيك ديالي، هنايا عندي الماسكاربون، تقدروا تستعملوا فيلادلفيا، تقدروا تستعملوا جبلي بالنسبه للناس ديال المغرب. عندي السكر سنيده، غادي نخلي لكم المقادير مضبوطه تحت الفيديو كما العاده، وغنزيد عليهم بيضه. نحاول ندرب كل شيء مزيان حتى يتجانسوا لي هاد العناصر. ضربت غير واحد شويه على ما تخلط لي داك الفرماج مع السكر صافي. وهذا هو القوام بالنسبه للكريمه اللي غادي ندير فوق الكاطو ديالي. انا شديت مول ديال القراصه، نشدو اي مول عندكم، انا اختاريت ندير هذا. هنا درت ورق الزبده من التحت ودرت شويه ديال الزيت والدقيق باش ما تلصقليش صافي. وغادي نفرغ الخليط ديالي على هذا الشكل هكايا. هنايا غادي ندير فوقو لي فرامبواز. ديروا الكميه اللي بغيتوا بالنسبه للفرامبواز. وهنا غنبقى نزيد هذا الخليط ديالي على هذا الشكل هكايا. نخلي واحد الفراغات بيناتهم باش حيت الطيب يجي داك يجي الديكور ديالها زوين. بالنسبه للكيكه ساليتها، غادي ندخلها للفران اللي مسخناه على 165 درجه العافيه الفوق والتحت صافي. ونخليها حتى طيب ونوريكم النتيجه النهائيه ديالها من بعد ما تخرج من الفران. بعد ما طابت البنات الكيكه نخليها حتى تبرد كومبليتمون، عاد ديك الساعه يمكن لي نديمو ليها، كتجي رائعه كتجي. نخليوها حتى تبرد، طلبت مني 41 دقيقه ديال الطياب على 165 درجه. وكنزيد عليها هاد الفلافل كامله، انا كنكثر الفلفله البنات حيت كتعجبنا بزاف. وغادي ندير عليها رشيشه ديال المعدنوس من الفوق وشويه ديال الكمون. بالنسبه لهاد الشلايض هكا اللي كيكونوا سخان البنات، وجدوهم وديرهم في دي بواط ديال الزاج ودخلوهم للثلاجه نهار ديال العيد، غير خرجوهم وسخنوهم وتحيدوا عليكم التماره ديال نهار العيد. القزبر والمعدنوس ديمو شويه ديال الكمون ماشي بزاف. بالنسبه للزعنوك هنا شفنا جوج ديال البنجالات، خليت لهم شويه الجلفه ديالهم اللي قطعتهم على مربعات صغار. انا عندي واحد اربعه ديال الدروسه ديال الثومه، قزبر ومعدنوس، قطعت عليهم واحد جوج مطيشات، درت شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، وكنضيف عليهم هاد المطيشه البنات ديال البيتزا. عرفتي جربوها كتجيبهم غزالين، درت حتى في الفلفله ومطيشه في التكتوكه. غادي نزيد هاد الشيء، درت النص في التكتوكه ودرت النص في زعلوك، عرفتي كيعطيهم واحد البنه اللي هي غزاله. هذا هو بالنسبه للحك بالنسبه للسيدات، مكتوبه فيها صوص بيتزا ويمكن لكم تستعملوها بزاف ديال الاستعمالات صافي. درت خير الله ديال زويته بلديه، وغادي نشعل عليها العافيه مهيله، وغادي نخليه يطيب على خاطر زعلوك راه صافي ولا كيطيب كما قلت لكم البنات، نقصوا عليه العافيه. غادي نتقاسم معكم خبيزات اللي ديروها هكايا في العيد ديالكم، اللي ديروا في المناسبات ولا تفرحوا بهم روسكم. غادي نعجنهم في الترموميكس. اول حاجه غادي ندير الخميره ديال الخبز هي الاولى، نزيد عليها السكر سنيده، حليب بودره،
ملحة، الزيت، ضفت كل شيء في دقة واحدة. الماء اللي يكون دافي ما يكونش سخون بزاف، ندير غير واحد شوية هكايا. هنايا السميدة الرقيقة البنات اللي دايرة بحال الشكل ديال الفينو، ماشي السميدة ديال الحرشة، غادي نضيفها في دقة واحدة. وانا هنايا عندي الدقيق من نوعية جيدة، انا كنستعمل فرونسينا البنات بالنسبة لا للخبز ولا الحلوة ديالي. غادي نزيدو كامل، سهلة البنات كما شفتوا معايا درت كلشي في دقة واحدة. نضيف شوية ديال الماء ماشي كله، وغادي نرد لوبول ديالي يتعجن. انا غادي نضيف الماء بشويه بشويه، خليتو يتعجن مده اللي هي طويله باش يتعجن لي مزيان. كيجي هذا هو القوام ديالو، شفتو ما كيجي ما خفيف ما ثقيل. غادي نخليها تخمر في الترموميكس، عاد ديك الساعة ندوز ونشكلها. والمقادير كما قلت لكم غادي نخليهم لكم تحت الفيديو. الزرارع اللي غادي ندير فوق الخبيزات ديالي انتوما استعملوا اللي بغيتو. هنايا عندي الشوفان، عندي الحبة السوداء، هي السميدة الغليظة ديال الحرشة، جينا تضاعف الحجم ديالها. ديكازيتها غير واحد الشويه، خرجت منها داك الهواء، وغادي ندوز وغادي نشكلها على الحجم اللي بغيت. انا شكلتهم كاملين كما شفتوا معايا البنات، درت فيهم ما بين 100 حتى 110. غادي نكورهم على هذا الشكل هكايا، نغطسهم في شويه ديال الماء، وغادي نديرهم في هكايا في الشوفان، شفتوا معايا، وغادي نحطهم في اللاطه، وغادي نخلي واحد الفرق بيناتهم. نغطسهم في الماء، كما شفتوا معايا العجينه كتساعدكم. غندير معكم جوج جوج غير باش تشوفوا الطريقه. غادي نحاول نقرصهم غير هكايا واحد الشويه، كما شفتوا معايا راهم بداو كيخمروا. ما تقرصوهمش بزاف، خا تجي فيهم اللبابه. وتشدوا عندكم شي موس اللي يكون ماضي، وغادي نستمر بالعمليه حتى نشرطهم كاملين. غير بشويه
وشعلوا عليهم الفران اعلى درجه عندكم في الفران، خلوهم يطيبوا. من بعد ما فلحتهم كاملين كما شفتوا معايا، عندي الفران سيزيام سونس، عنده هاد البلاصه اللي كديروا فيها الماء من الداخل، وهو اوتوماتيكمون كيبقى يرمي البخار على الخبز ديالكم، كيجي رائع، كيجي مقرمش من برا وموالو من كيجي رطب من الداخل. السيدات اللي ما عندهمش بحال الفران ديالي، غتشدوا واحد البخاخ غادي ديروا فيه شويه ديال الماء، وغادي ترشوا الخبز ديالكم غير واحد الشويه قبل ما تدخلوه للفران، باش كيرجع هكايا فيه شويه ديال الرطوبه، كتدخلوه يطيب كيجي الخبز ديالكم رائع. البنات على الجمال، عرفتي جاو فنين، جاو مقرمشين غزالين، عرفتي طلبوا مني 13 دقيقه ديال الطياب على 230 درجه، جاو فنين، جاو شفتو جاو فشباينين فشفشين حيت راهم مازالين سخان، شفتو رائعين. هادو ديال السميده كي كيجيو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم وتطبقوا هاد الوصفات اللي هما ساهلين ماهلين، وداكشي اللي غادي ندير ان شاء الله غادي نحاول نتقاسموا معكم كامل كامل. الحمد لله جا العيد بالسبت والحد، ما كاينه لا خدمه لا مدرسه، الحمد لله. بالنسبه للحلوه كما قلت لكم غادي نقطعها معكم ان شاء الله، بغيتها تجي هكا زوينه فوق الطبله ونقطعها معكم، ولا درت شي حاجه اخرى غادي نفيلميها ونحاول نتقاسمها معكم. صافي البنات، خليت لكم ورحمه الله على بروشان فيديو ان شاء الله، وعواشركم مبروكه.